شوف انا نقول لكم الفيديو مليح في خدمتنا، هاو كيما الاخذات جيجل هذا مغترب خارج الوطن دوموندانا في الشيسر بالسوكل، وحنا كي لونسينا الفيديو ما كانش راكب السوكل، كي شاف الفيديو قال لي خويا رفيق انا الشيسر تاعي مدوموندي بالسوكل، وراكم تشوفوا هذه هي الفائده تاع الفيديو، على واه نخدموا حنا بالفيديو، هذه هي الصدق والمصداقيه مع اداب مستقبل العلمه، يعني السلعه تاعك كيما تكومونديها كيما تلحقك، هذا هو العنوان الوحيد للثقه والامانه والمصداقيه، السلام عليكم.